إلى ذلك أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد ببرقيتي عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في شمال سيناء أمس. وأدان العاهل السعودي وولي عهده الأعمى للإجرامية الآثمة مؤكدين وقوف المملكة مع مصر وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها استقرار.